غريب عنا في دولة مثل المغرب أن يلفق المخزن الأكادي وأن يتمجح المخزن بأبادي ويقول على أن شهيد الشعب المغربي كمال العمري توفي نتيجة لوعكة صحية أو ما شابه ذلك، ولكننا نقول ونؤكد والحجة والدليل والبرهان القاطع والواقع لا من خلال الفيديوهات ولا من خلال الصور يؤكد على أن شهيدنا شهيد الشعب المغربي كمال العمري استشهد نتيجة للضرب المبرح ونتيجة للتنكيل والتعذيب الذي تعرض له من خلال الآلة القمعية ومن خلال المخزن في بلادنا. والحكومة والقتالة وحدة جينا والحكومة والقتالة وحدة جينا والحكومة والقتالة وحدة جينا والحكومة والقتالة وحدة جينا والحكومة والقتالة. إنكم تلاحظون أنه في الآونة الأخيرة نفض الغبار عن الوجه الحقيقي للمخزن في بلادنا، الوجه المتمثل في الزروطة وفي القمع، الوجه المتمثل في صبر كل الأصوات التي تنادي بالحرية وبالكرامة وبالعدالة الاجتماعية. وقد لاحظتم الآن حتى نشطاء حركة 20 فبراير الأغنية عليه نتيجة لما تعرضت له الحركة هنا بالمدينة في المسيرة الأخيرة التي كان مزمع عقدها في المدينة. تمر منها بلادنا هي ترفية جد حساسة تتطلب منا جميعا أن نخلي جانبا اختلافاتنا، وتتطلب منا جميعا أن نرتس وأن نلتف ونتضامن وأن نناضل جميعا من أجل الحرية. أنه يوم غد على الساعة 11 بمدينة أسفي سيتم دفن جثمان الشهيد كمال العمري، نرفع له آلاف التحايا. وإننا إذ نقول على أنك غادرتنا يا كمال جسدا وبقيت في وجداننا وفي روحنا، بقيت مناضلا، بقيت شامخا في وجه الطغيان والاستبداد وفي وجه آلة القمع وذروات المخزن. وبدمائك سنستمر وبدماء كل شهداء ومحتفلي الشعب المغربي سنستمر بقتالية. نقول لكم على أنه يجب أن نلتف جميعا حول الأشكال النضالية
الأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها حركة 20 فبراير بالقنيطرة، لأننا إن وقفنا جميعا وإن تماسكنا جميعا وقفة رجل وامرأة تلبية للنداء، سنذهب يوم الأحد المقبل إلى الرباط بالمدينة وكمستجد حينها تنطلق الساعة 10:30، ونقول على أنه غدا في دفن جثمان كمال العمري ستحضر مجموعة من السياسيات والمجالس المحلية في عملية الدفن، وإننا إذ نودعه شهيدا وشاهدا على ثروات وعلى قمع هذا الشعب الأبي، نقول وما يمشي هباء دماء الشهداء، 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 وما يمشي هباء دماء الشهداء. وإننا إذ نؤكد في الأخير على أن الدساتير الممنوحة، الدساتير المطبوخة الارتجالية بأسماء ميثاق يسير السياسة العمومية في بلدنا، وأما الخطابات الأخيرة والمواعيد الارتجالية لخير دليل وخير تأكيد على أننا لا نصير إلى مجتمع ديمقراطي، على أننا لا نصير إلى مجتمع العدالة والحرية والكرامة الذي ننادي به. وبالتالي نقول مزيدا من الصمود، ومعركتنا مستمرة، ومزيدا من الالتفات حول أشكال الاحتجاجية لحركة 20 فبراير. نشكركم على حضوركم وعلى تلبية الدعوة، ونقول لكم أنه بوحدتنا وبتراثنا يمكن أن نحقق آمالنا، فبدماء شهدائنا كمال كريم قدوة وكل الشهداء سننتصر، ودمتم لنضال أوفياء ولنا مواعيد مقبلة.